مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة حلقة استثنائية، يعني عودنا حضراتكم ان احنا دايما في البداية ان احنا نتكلم عن انجازات جمعية انقاذ حياة الطفل، الانجازات الماضية، لكن هنحي هذا الامر جانبا ونتكلم معكم في موضوع مهم جدا، وهو وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا عايز أدردش مع حضراتكم شوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في فلات، أي في الصحراء، واحد ماشي في الصحراء، فماشي الرجل ده في الصحراء فسمع من فوق في السماء سحابة بتقول، أو صوت في سحابة بيقول اسقي حديقة فلان. يعني السحابة صدر منها صوت، الصوت بيقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. أمر عجيب جدا، يعني سبحان الله. فالراجل ده يعني فضل إن هو متابع الأمر، فإذ بالسحابة بتفرغ الماء، كل الماء الذي بها في جرة، أو في مكان جرة، أي مكان ملتبس بالصخر الأسود، مكان كده واسع فيه صخر أسود موجود على المية كلها نزلت فيه. وبعدين إذ بشرجة، الشرجة اللي هي الأناية زي ما بيقولوا عليها في الريف، لو حد من الريف هيعرف المية نزلت في المكان اللي فيه الحجارة وبعدين الأناية خدتها وديتها لمكان. تم متابع المية، الراجل ده ماشي مع المية ماشي مع المية لحد ما وصل لواحد واقف في حديقة، واقف في حديقة ماسك الفاس وعمال بيحول المية يوديها فين؟ للحديقة بتاعته ويسقي الزرع بتاعه. فقال له السلام عليك يا عبد الله، ما اسمك؟ يعني بيقول له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي فلان. فلان ده الصوت، الاسم اللي سمعه وهو ماشي في الصحراء، في من الصوت اللي صدر من السحابة، الصوت اللي صدر من السحابة. فقال له يا عبد الله انت بتعمل ايه؟ قال له انا بحول المية للحديقة بتاعتي. فقال له انت ايه اللي انت بتعمله؟ لان انا سمعت اسمك في السماء حد بيقول اسقي حديقة فلان. قال له كده؟ طب انا هقول لك على سر خطير جدا. قال له قول. قال له الحديقة اللي انت شايفها دي انا ليا شريك فيها. قال له ازاي؟ قال له هو الله عز وجل. الحديقة دي اول ما بتنبت ثمارها، واول الثمار ما بينضج، باخد الزرع او الثمار بقسمه ثلاث تلات، تلت بخليه لله عز وجل، وتلت بخليه لأولادي، والتلت الآخر برده فيها، يعني إيه، بجهز للزرعة اللي بعد كده. جعل ربنا عز وجل شريك معاه في الحديقة. وده هيودينا القصة أخرى، يعني حصلت في العصر الحالي. القصة دي حصلت يعني مش مع أحد الصحابة، لا ده حصلت في يعني في عصر الراجل ده. مات من 2016 تقريبا، من 4 سنين. مين الراجل ده؟ الراجل ده مشهور جدا على فكرة، يعني اللي هقوله مش سر. هو المهندس صلاح عطية، المهندس صلاح عطية، المهندس صلاح عطية. الراجل ده يعني كان مهندس فقير جدا. الحكاية بدأت امتى؟ الحكاية بدأت ان في شاب كان في كلية الزراعة وكان فقير جدا، فيعمل اللي بعد ما اتخرج حب يعمل مشروع هو واصحابه. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قالوا هنعملوا مزرعة دواجن. الكلام ده كان في السبعينات، في السبعينات تقريبا. هنعمل مزرعة دواجن. طب نعمل مزرعة دواجن بكام؟ قالوا احنا مثلا تسعة، مزرعة الدواجن مثلا كانت ب 2000 جنيه، احنا تسعة ندور على شريك عاشر، وكل واحد منا يدخل ب 200 جنيه. المبلغ ده قليل جدا.
فقعدوا دوروا، كل واحد فيهم جمع ال 200 جنيه بتوعه، اللي باع ذهب زوجته، واللي عمل باع ايراد ارض، واللي عمل واللي عمل. المهم جمعوا، كل واحد فيهم جمع 200 جنيه، فاضل 200 جنيه فاضلين. طب يجيبهم ازاي؟ قعدوا يدوروا على شريك عاشر يخش معاهم في المشروع، مش لاقيين بتاتا. المهم المهندس صلاح عطية، وهو بطل الرواية بتاعتنا النهاردة، قال لهم أنا لقيت الشريك العاشر. الشريك العاشر؟ أنت لقيته بجد؟ آه والله لقيته. مين الشريك العاشر؟ قال لهم هو الله عز وجل. هيدخل معنا بالعشر في المشروع، بضمان ان هو يبعد عننا الوباء ويحفظ لنا المال بتاعنا. فدخلوا توكلوا على الله ودخلوا المشروع، وبدأ المشروع وربنا عز وجل معهم شريك عاشر. بدأ المشروع وبدأوا يشتغلوا. في الموسم الأول ربنا كرمهم بمكسب، أحلى مكسب، بركة ربنا عز وجل دخلت في المشروع وحلت البركة، وبدأ المشروع يكسب. السنة اللي بعديها زودوا نسبة الربح بالنسبة للشريك العاشر بتاعهم هو الله عز وجل 20%، بدأ. وبعد كده الموسم الثالث 30%، إلى أن وصلوا إلى 50%. بدأ بعد كده المشروع ده يكبر ويكبر 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 ويكبر، بدأوا يوسعوا المشروع. الراجل ده بدأ يعمل إيه؟ بدأ يزود يعني الربح بتاع ربنا عز وجل حتى وصل إلى 100%. يحكى أن يعني الراجل ده من الإنجازات اللي عملها إن هو بدأ يعمل مشروعات، معاهد دينية، عمل معهد ابتدائي للبنين، وبعد كده عمل معهد إعدادي للبنات، وبعد كده عمل معهد ثانوي للبنين والبنات، وبعد كده بدأ يطور يطور يطور، وعمل مشاريع جامدة جدا في البلد بتاعته. طيب يسكت لحد كده؟ لا، بدأ إن هو يفكر تاني، عمل كليات. طيب لما بعد كده حب يعمل الكليه، راح يعني يقدم على طلب في كليه، في الكليه دي يعني ايه، هي الفرع الثاني لجامعه الازهر في تفاهنا الاشراف في محافظه الدقهليه. الراجل ده بدا عايز يكبر المشروعات الخيريه اللي عملها. بدا بعد كده يقدم على طلب ان هو يعمل كليه، قالوا له لا، الكليه ما تنفعش الا في مكان فيه محطه قطار. بدأ في يبحث عن محطة قطار. الشاهد من الكلام ده كله ان هو في الاخر في النهاية عمل الكلية، وعمل فرع تاني لجامعة الازهر عنده في تفاهنا الاشراف، وكبر المشروعات، وبعد كده خلى المشروع كله لله عز وجل، واشتغل براتب عند ربنا عز وجل. هي دي القصة اللي انا عايز احكيها لكم. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الربح مع التجارة مع الله عز وجل ليست بخاسرة على أي حال من الأحوال، تاجر مع الله عز وجل. جمعية إنقاذ حياة الطفل بتقدم لكم النهاردة حالة، يعني حالة غريبة. أم لثمان أطفال، والثمان أطفال دول مرضى، والحالة يعني يرثى لها. بتبرعاتكم وبمشاركتكم معانا إن شاء الله عز وجل الست دي هتعدي المحنة اللي هي فيها ان شاء الله عز وجل. بعد الفاصل هتكون معنا الست ام منا ان شاء الله عز وجل. نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، ومعنا ام منا. قصه حياه ام منا فيها بعض المشكلات، نتكلم مع ام منا ونشوف ايه المشكلات اللي واجهت ام منا. أم منة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفت بحضرتك النهارده. أهلا وسهلا بيك، ربنا يبارك. معانا طبعا الطفلة مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. سنة كام؟ رابعة. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. أم منة، أنا عايز أدخل مع حضرتك بسرعة كده في سؤال بسرعة. أنت ازاي تعرفت على جمعية إنقاذ حياة الطفل؟ تعرفت عليها في 2008. 2008؟ أه، كان معايا ثلاث أطفال. الثلاثة دول منا وحبيبة وحنين، كان عندهم كيء دموي. ايه دموي؟ اه، بيرجعوا دم وقرح في الاثنى عشر والامعاء. فكنت في الشطبي
وكنت محتاجة علاج كان بيجيني في اليوم بس علاج كان بيعدي 100 جنيه زي الزفران وكنترولوك وحاجات تانية. تمام، في اليوم 100 جنيه فالدكتورة كانت بتنزل فريق تبعها، دكتورة إيمان سلام. دكتورة إيمان سلام تبع إنقاذ حياة الطفل، فحد من الفريق شافني تمام فقال لي ان يعني ايه انت محتاجه، يعني لقوني بعيط، طب انت محتاجه ايه؟ تمام. قلت لهم انا محتاجه علاج، انا قاعده يعني انا بقعد بالشهر بيتمنع عن الاكل والشرب. تمام. فقلت لهم انا بحتاجه علاج شهري معده وانا محتاجه في المستشفى ومش متوفر. فورا لقيت العلاج ابتدى يجيني من الدكتوره ايمان سلام، من تبع الدكتوره ايمان سلام. يعني هي شافتك في الشاطبي من غير انت، من غير كده، من غير ما تروحي لها. وطبعا كنت ببقى قاعده ما حدش كان بيجيني ولا كده، كنت ببقى محتاجه لبس، كنت ببقى محتاجه، كانوا بيبعتوا لي وجبات والعلاج ولبس. كل بنت كنت بتحجز بيها كان بيجيني علاجها وكان بيجيني لبسها، لان انا ما كنتش بعرف ان انا ما اقدرش اسيب الطفله واطلع. بعد كده جاني، جبت الثمانية مريم، كان كملت بقى على الثلاثة جبت خمسة تانيين. جبت خمسة تانيين، هو كان غير ارادتي والله، غير ارادتي. يعني هو انا سؤال فتحة خمسة قيصري. سؤال يعني حضرتك ممكن بتقولي ان يعني ازاي يعني جبت ثمانية مرة واحدة ازاي؟ هو ده بعض الناس تسأل كده. هو انا جبت اول اربعة، تمام، جبت اول اربعة وحمدت ربنا. انا عندي عيب خلقي في الرحم فما كانش بينفع معايا اي وسيلة، لاني اول ثلاث اطفال جم طبيعي. تمام. اخر خمسة قيصري، اخر خمسة قيصري، وانا مريضة غدد. فكنت بحتاج طبعا عناية وكنت ببقى مبهدلة. فكان كده، فهم جبت التمانية وباباهم يعني رمانة رمى حضرتك والاولاد، والاولاد وما كانش عندي مكان ان انا اسكن فيه. طبعا اللي هم مرضى القولون، وغير كده من عندي ماشيه في ال 18 في ال 17 سنه ومخطوبه. طبعا رمالي كله وسابنا وطفش وطلقني. طيب انا عايز ابدا مع حضرتك الاول بقصه منى. ناخد طفل طفل كده. منى، ايه قصة منى؟ يعني ايه المرض اللي عند منى؟ هي منى فجأة كده لقيت منى بترجع دم. دخت بيها في المستشفيات. فاتحجزت بيها في الشاطبي، ولما شافني الفريق تبع الدكتورة وخدت الكورس بتاعها، الدكتورة إيمان سلام خدتنا وودتنا لدكتور تبعها، دكتور أحمد فؤاد. أحمد فؤاد؟ جهاز هضمي. وبقى متابع الحاله لغايه الان، الدكتور احمد فؤاد متابع الحاله بتاعه البنات، وان هم ليهم علاج شهري. تمام. لان القرح وعندهم علاج تعب مزمن. تمام. في القولون والمعده. عامله لمنة منظارين. طيب منة تكاليف علاجها كام في الشهر؟ منة بتخش في بتعدي زي 700 جنيه. 700 جنيه علاج منة في الشهر. ده منة لوحدها، ده منة. تمام، اتفضلي كملي. تمام. فبقى كده بقينا ماشيين، كل شويه نعمل تحاليل. بقينا نعمل، لان مع القرح وده دخل في النص ميكروب كان اسمه حلزوني. ميكروب الحلزوني طبعا دمر اكتر. دمر اكتر، ان هي كانت لما تبلع ريقها كان بينزل بالدم. تمام. فبدانا بقى ان هي كده وبقت تاخد علاجها، وبقينا ماشيين مع الدكتور احمد فؤاد. منا في التعليم؟ لا، هي منا ما بقتش في التعليم لان اتخطبت. هتتجوز. طبعا محتاجه تتجهز طبعا. قلت انا مش شايله لا اي حاجه، هي ماشيه في ال 17 سنه واتخطبت، وانا مش شايله اي حاجه وهتتجوز يعني ان شاء الله ربنا يكرم. انا يعني بالكتير قوي عام او عامين بخاطب. هنا ده اول نقطه بخاطب فيها الساده المشاهدين، يعني اتمنى من حضراتكم انكم تتواصلوا معانا ان احنا نبدا في جهاز منا، لان منا ان شاء الله عز وجل يعني قدامها من سنه لسنه ونص وتتجوز ان شاء الله، وان احنا تساعدونا ان احنا نجيب لها الجهاز بتاعها. دي اول نقطه انا بناشد حضراتكم، بناشد القلوب الرحيمه اللي في حضراتكم ان انتوا تقفوا معانا. ربنا عز وجل معانا طبعا، معانا كلنا،
وتذكروا الآية وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلفك على مال، لازم تنفق منه كيفما أراد الله عز وجل. أم منا، بعد كده الطفلة اللي بعد، البنت اللي بعد منا، اللي بعد منا تعبت أكتر، حنين. حنين تمام، عندها كم سنة؟ حنين دي عندها 13 سنة. 13 سنة، مريضة بإيه؟ نفس النظام بتاع أختها، عندها برضو قرح في الاثنى عشر. القرح دي برضو كل ده إن احنا كانت ظروفنا الصحية، ظروفنا ما كانتش بتساعد. يعني حتى الدكتور كان بيقول على قد ما تقدري خلي الأطفال دي تاكل، على قد ما تقدري خلي الأطفال تاكل، لأن كمان المعدة كانت بتاكل في بعض. إن احنا كانت ظروف، طب من إيه المعدة برضو؟ احنا ظروفنا كانت اللي هو كان قبل ما نعرف الجمعية تحت الصفر. تمام، اللي هو بقى كان يعني ايه، ممكن اللي هو العيش والملح والحاجات دي، يعني كانت ظروف صعبة جدا. تمام، ما كنتش بلاقي ان انا اكلهم. الحمد لله. تمام، الحمد لله على عطاء ربنا. تمام، بعد كده الحالة بقت تتدهور وبقوا يرجعوا دم مني. الاول منا، وبعد كده حنين، وبعد كده حبيبة. يا حبيبة اكبر من حنين. طيب خلينا حنين. حنين العلاج بتاعها 700 جنيه، نفس النظام. نفس النظام، هي في التعليم برضو؟ لا دي في التعليم، دي في اولى اعدادي دلوقتي. اولى اعدادي، اولى اعدادي. تمام، مصاريف الدراسة بتاعتها كام؟ دي مصاريف الدراسة بتخش في يعني زي 600 جنيه كده. 600 جنيه. تمام، لان انا بودي، لان مع التعب دوت يعني في حاجات ياما قوي راحت منهم. تمام، فانا بودي تأسيس وبودي منهج. تمام، بودي تأسيس وبودي منهج. تأسيس ومنهج. ومنهج هي منى لسه طالعه، من كانت داخله ثانوي. تمام. تمام يا فندم، كمان. فبودي تأسيس وبودي منهج، وهم حابين ان هم يطلعوا حاجه. تمام، يعني الطموح عندهم، تقول لي انا عايزه ابقى حاجه عشان اقف جنبك. يعني انت اتبهدلتي معانا، احنا عايزين نقف جنبك. ان شاء الله ربنا عز وجل هيقف جنبنا كلنا. بس اناشد الساده المشاهدين ان الرقم اللي على الشاشه حاليا للتواصل عبر الواتساب، حضرتك عايز تتبرع او تتواصل معنا عبر الواتساب، ارسل رسالتك على الواتساب. اما ان حضرتك عايز تتكلم، في ارقام للقناه ممكن حضرتك تدخل عليها. اتفضلي يا ام منى. يعني حضرتك حنين مصاريفها حوالي 600 جنيه دروس ومصاريف تعليم، و700 جنيه علاج. أيوة. الطفلة اللي بعد كده حبيبة. حبيبة حبيبة دي تعبت. عندها كم سنة؟ حنين دي عندها 14 سنة، ما شوف ال 15. تمام، دي تانية اعدادي، دي راح في سنة راحت من عمرها بسبب التعب بتاعها. تانية اعدادي. يعني المفروض تبقى تالتة. المفروض تبقى تالتة. طبعا عشان حبيب تعبها ده في سنة راحت من عمرها. برضو ده نفس النظام. تمام، كي دموي، وكنت بتحجز في الشاطبي وكنترولوك وزفران. تمام، وان هم نفس المرض بتاع اخواتها برضو. وان هم بيبقوا ماشيين على علاج ملين. لاني من فترة رحت للدكتور احمد فؤاد، قال لي دول لو ما مشوش على الملين وعلاج المعدة. طيب هناخد الدكتورة إيمان سلام معانا على التليفون، رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ حياة الطفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مروان، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، أهلا بيك. أم منى عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك، إحنا شاكرين قوي لأفضل حضرتك والله. شكر لله. أم منى أسماء عبد اللطيف. أنا بحب إن المرأة المعيلة تتمدح باسمها. يعني طبعا حضرتك طبعا دايما منحازة للمرأة المعيلة. انا منحازه للمراه المعيله لان حملها تقيل. يعني اسماء، احنا بقالنا مع بعض تقريبا 10 11 سنه. اعرفها تقريبا من 2008 بالظبط، هي من 2008 فعلا. تمام، من عمر بنتي، ومسجله على موبايلي. انا دايما بسجل اسم الحالات بالعرض او بالمرض اللي كان بيبقى موجود عشان اجمع وافتكر وكلام زي ده. ام منى نزيه فعلا كانت اول مكالمه بيني وبينها اللي بنتها بتنزف ومش عارفه تعمل ايه، وعندها مشاكل في الجهاز الهضمي وحاجه كده شبه مرض الكرون. ليله كبيره يعني، وقتها كان عندها 3 ايام. النهارده ام منى عندها 8. احنا دورنا بانقاذ يا استاذ مروان، كنت دايما بقول احنا دورنا اعمار البشر.
فانت متخيل اسره كامله. الام يعني بتحاول قد ما تقدر، بس تقول لك ايه، هي جابت 8 عيال ليه؟ ما يعني معلش، انا لسه كنت بسألها السؤال ده يا حضرتك، يعني كنت بسألها السؤال ده دلوقتي. في حاجه اسمها ممكن يكون الرحم نشط حتى مع وجود الوسيله، الاطفال بيجوا. للاسف الاب مع وجود عيل مع الثاني مع الثالث ومش قادر يشيل، لان طبعا صعب حمل تقيل، رماهم كلهم في الشارع. ده لسه الكلام ده قريب، يعني من حوالي سنتين او حاجه زي كده، ان هو خلاص هو كان الاول اب اند داون، شويه موجود شويه مش موجود، شويه موجود شويه، دلوقتي مش موجود نهائي. تمام، وكان حاططهم في الشارع. المراه المعيله وهي عندها حمل عيال بس وتعليمهم مشكله، فبقت بقى عيال وتعليم واكل وشرب ومرض. فانا مره سالتها كده، يعني عارف اللي هو بالتفكير، هي دي تاكل ازاي؟ تمام، تاكل ايه؟ والله قعدت كده تقول لي احنا بنقضي اليوم على طاقه. طب الطاقه دي شكلها ايه؟ مره فول وعيش وفلافل، يوم بطاطس محمره، طبعا بطاطس محمره دلوقتي بقت مكلفه. تمام، لو في الجمعيه مثلا حاجه بتتوزع، لو خدت مثلا نص كيلو لحمه ولا كيلو لحمه تعمل عليهم، تجيب طبيخ كتير مثلا، اي خضار كتير وصلصه كتير، بحيث انها تعمل حاجه تكفي كل دول. انت مش متخيل يعني رقم 9 انفار في البيت، رقم. تمام، وبعدين مش من الناس المتواكله، يعني جبنا لها شغل في نادي الجيش راحت، هي بتعمل اللي عليها. وعشان كده انا احنا بنساعد الحالات زي كده ليه؟ لان انا قدامي الست بتعمل اللي عليها. دوام السعي يوجب حتميه الوصول يا دكتوره. دوام السعي يوجب حتميه الوصول، هي عشان بتسعى ربنا بيديها، يعني حتى ناس غيرنا اولاد الحلال زي ما بيقولوا. تمام؟ بتعمل اللي عليها، بتشتغل، بتروح بالعيال دي جلسات. ده في اطفال من دول، يمكن انا من كنتهم والله العظيم ما بسمعها، هي بتسمع. مره بقول لها مثلا ايه، بكره في شغل كذا، طب معلش يا دكتوره بكره مش هينفع. ليه يا ام منه؟ اصل انا رايحه، قولي معايا يا اسماء، قلت لي رايحه ايه؟ 4 ايام منهم رايحين لدكاتره. كنا رايحين، فاكره اليوم ده؟ فاكره، كان عندنا ميعاد مع الدكتور احمد فؤاد، وكان معانا ميعاد مع الدكتور اسلام يسري باسيل مخ واعصاب، وبعديها تاني يوم رحنا للدكتوره شيماء السيد غدد. فحمل، هي قعدت تشتغل يومين ثلاثه ورا بعض، بقول لها في مثلا، هي بفضل الله يعني كده عندها شغل في نادي الجيش، ماسكه عامله في نادي الجيش، جبناه لها طبعا اصحابنا، وبفضل الله برضو احنا عندنا دار رعايه من فتره كده لرعايه المرضى والاطفال. المفروض محتاجه، يعني الدار محتاجه نظافه كل فتره، مش عارفه ايه كلام زي ده، مع الناس اللي موجودين اوريدي يوميا. خلاص روحي، والله مش هقدر اروح بكره، انا عندي كذا وكذا. انا نفسي اتخضيت، انا نفسي ازاي هي قادره يعني تبقب، او يعني تفرغ نفسها لكل ده مع الشغل. دكتوره ايمان، دكتوره ايمان، حضرتك انا بما ان حضرتك معانا دلوقتي، وحضرتك رئيس مجلس اداره جمعيه انقاذ حياه الطفل، اللي هي يعني بسم الله ما شاء الله لا تألو جهدا في، الصوت مش واضح. بما ان حضرتك رئيس جمعيه انقاذ حياه الطفل، مؤمنة لسه كنت هسألها السؤال ده، لكن حضرتك ممكن تجاوبي مكانها السؤال ده. دخل مؤمنة قد ايه في الشهر يا فندم؟ بتاخد كفالة قد ايه في الشهر؟ دخلها الكلي، التوتال، التوتال يا دكتور. الايه؟ التوتال دخلها الكلي كام في الشهر؟ الطفل؟ لا بص يعني يا دكتور، الدخل الكلي، الدخل الكلي يا دكتور. الدخل الكلي للعيلة دي من شغلها؟ بص هي بتشتغل في حدود 1000 1200. تمام، واحنا من عندها مقابل شغلها بنحط كمان مثلا 100,000. تمام، خلاص، غير بقى ده كده الدخل بتاعها قصاد شغلها. بالظبط، تمام. احنا بقى بنظبط العلاج كمان. ما هو دي النقطة التانية، أنا حسبت العلاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، يعني أنا حسبت علاج منة وحنين وحبيبة دخلنا في ال 2000 جنيه. يعني لسه يعني بمصاريفهم، بمصاريف الدراسة بتاعتهم. الأسرة دي تاخد فعليا يعني علاجات فقط، علاجات فقط في حدود مثلا الأربع 5000 جنيه. أيوه لسه، أنا لسه بتكلم لسه في 3 أطفال. ده بند بره الاكل والشرب والمعيشه والايجار الجديد، لان احنا لسه جايبين لها بفضل الله شقه ايجار جديد.
تمام، لان هي كانت في الشارع. تمام. وفضل الله فرشناها، فاهم؟ ما شاء الله. مفتوحه قد ايه؟ وبعدين انا منى يعني فرش الجمعيه كان فرش الشقه بتاعت ام منى كانت قد ايه؟ لا مش سامعاك، معلش. الفرش والله احنا جبنا اجهزه جديده تكلفتها في حدود 20، لحد دلوقتي ولسه بنكمل. جبنا اجهزه وجبنا مراتب جديده وجبنا سراير مستعمله، يعني في حاجات قدرنا نظبطها مستعمل، وقلنا الاجهزه لا بلاش، يعني نعملها نجيبها جديده احسن عشان ما تبصش ومش عارف ايه، وهي رزقها. جمعنا اللي عملنا بوست وجمعنا وتدبر، ربنا دبرها من عنده. استاذ محمد كيلاني لو سمحت، استاذ محمد كيلاني لو سمحت حط الارقام التواصل على الشاشه، التواصل بتاع الاستوديو. اتفضلي يا دكتور. بقول لك يا ربنا مسهل لها الحل انها تعمل اللي عليها، دايما الناس اللي بيعملوا اللي عليهم ربنا بيقف معاهم. الله المستعان. والله يا استاذ مروان كان لو عليها تمشي من شغلها الساعه 10، وشوف هي معاها كام علي، وبعدين هي ايه معلمه العيال يتحملوا مسؤوليه. ما شاء الله. مع الطفل كده الاكبر شويه، لا عيال مسؤوله. فاهمين يعني ايه حياه ومش عارف، بس هتثقب على كل ده وهتقدر تغطي كل الثمانيه منين؟ انت عارف انا يهمني بند الاكل والشرب كمان، لان التغذيه السليمه هتفرق مع عقل العيل وبنيه جسمه، وهتفرق تخليه يقاوم الامراض، يعني فاهم؟ تمام. الحاجات دي كلها بتفرق. اكيد. خلاص؟ فاحنا بنتمنى ان الناس تقدر تشارك معانا، واللي عايز يتواصل مباشره يتواصل معانا ان شاء الله. مع الحالات. خلاص؟ طبعا لسه كنت بتكلم في طريقه التواصل، في ارقام لجمعيه انقاذ حياه الطفل، واللي عايز يتواصل مع الحاله مباشره ممكن يتواصل معنا عبر الواتساب او عبر التواصل في الاستوديو حالا من ارقام القناه. اقول الارقام لو تحب. اتفضلي يا دكتور. 012-7-22-22-464 ده للتواصل على الواتساب، 012-7-22-22-464 للتواصل على الواتساب، والتواصل تليفونيا 012-7-22-22-463 و 012-7-22-22-468 و 012-7-22-22-465. تمام. يعني الرقم هو مره 3 مره 4 مره 5 مره 7. وفي حاجه احب اضيفها عشان برضو مش هنسى اقول ان في مشكله الكورونا ما زالت موجوده، واحنا بنتواصل مع الناس، ويهمنا جدا نفضل في تواصل مفتوح من غير ما نتحرك من بيوتنا. خلاص، اي حد عايز اي حاجه يبعت لنا الاعراض، يبعت لنا اشعاعات او تحاليل عملها، واللي مش عارف يعمل اشعاعات او تحاليل يبعت لنا برضو، احنا نبعت له حد يسحب عينه منه من البيت عشان الناس ما تتحركش، يقول اعراضه واحنا نساعده بالعلاج، وهنوصل له برضه علاج لحد البيت. تمام. ما اي مشكله، اللي عايز نسبه اكسجين يقيسها ما عندناش مشاكل، اللي عايز حتى عنده سكر وخايف من مضاعفات وعايز حد يتابعه وجاب سكر هنبعت له برضه لحد البيت. تمام يا دكتور. سواء قادر او غير قادر، يعني حته الاستشارات الطبيه دي لاي حد مفيش مشاكل خالص. تمام. بس اهم حاجه ان اللي عنده اعراض ما يتحركش عشان العدوى ما تنتشرش، احنا بنحاول نحصر. ويا جماعه الكوفيد او الكورونا لسه موجوده. يعني تمام. انا معايا حالتين منهم حالا على اكسجين، مولد اكسجين، والثانيه في العنايه المركزه من اول امبارح. تمام. لسه موجوده والفيروس حاد. تمام؟ تمام يا دكتور. حبيت انوه على دي كمان عشان احنا صحه الناس تهمنا. لان المضاعفات بتاعت الفيروس مش كويسه. تمام يا دكتور. خالص. تمام يا دكتور. تمام. دكتوره ايمان. استاذ مروان واسماء بحبك وبحترمك، وربنا يكون في عونك وربنا يقدرك ويقدرنا ان احنا نفضل واقفين معاكي، والولاد دي تتعلم وتشتغل. بص استاذ مروان، احنا عندنا حاجه اسمها كفاله تعليميه. تمام؟ تمام. الكفاله التعليميه دي انا عندي ولاد دخلوا هندسه ما شاء الله. خلاص، انا يهمني ان العيال تقف على رجليها وتتعلم كويس عشان تشتغل بعد كده كويس وتشيل اهاليها. تمام. النقله من ان انا باخد لان انا بدي. تمام. وبشيل نفسي. تمام. دي من الحاجات برضو اللي موجوده، وربنا يعيننا ويعينها ونكمل مع بعض. تمام. دكتوره ايمان سلام، رئيس مجلس اداره جمعيه انقاذ حياه الطفل، شكرا جزيلا لحضرتك. ام منى، احنا معانا مريم. تمام. اللي هي موجوده حاليا معانا. قولي لنا قصة مريم. مريم كانت من صغرها على طول ضعيفة، على طول محاليل، وكانت على طول تعبانة. تمام. جت كده خدت فترة لقيتها كويسة. فسبتها، فكان في نازل في التلفزيون كده ليه حملات المدارس. لقيتهم بعتلي كارت. طبعا أنا ما لما مشينا باباهم سابنا ما عطناش أي ورقة. تمام.
فروحنا تبع الجمعية هو الأب انفصل، يعني أنا عايز أوضح طلاق. لك، انفصل عن الأم لأن المسؤوليات كترت عليه جدا، وده مش يعني مش بإرادة الأم. يعني هتعمل إيه؟ المفروض حضرتك كنت تواجه المشكلة مع الأم وتساند الأم برضه. اتفضلي يا أمي. فروحت بيها لدكتورة الغدد، دكتورة شيماء السيد، قالت ان هي عمرها 10 سنين وعمر العظم اقل من 5 سنين. طيب معانا مداخلة تليفونية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وسام، أستاذ أخبار مروان، حضرتك؟ الله يعزك يا فندم، متشكرين جدا لحضرتك يا أستاذ مروان تحت أمرك، الإعلام اتفضل. المحترم، وثانيا بشكر حضرتك على إتاحة الفرصة اللي احنا نتكلم، بس هناخد حضرتك في موضوع تاني طب أستاذ بعيدا وسام عن موضوع. سريعا، عشان اتفضل اعرض مشكلتك بسرعة عشان وقت الحلقة. اتفضل يا أستاذ وسام. والله يا استاذ مروان احنا عندنا مشكلة كنت يعني عرضتها على حضرتك قبل كده، وهي بنعاني منذ زمن بعيد او ان شئت فقول منذ وجودنا على هذه الحياة بسبب رصف طريق بقالنا عشرات السنين يا فندم، تمام. بنسعى ان احنا نرصف طريق رابط بين قريتين، عبد الرزاق والخير واحد وعبد الرزاق والخير اثنين، تمام التابعين لمجلس قرية سنتواي مركز ابو حمص البحيرة، تمام تمام، يا فندم. 500 متر يا فندم، بنعاني معاناة شديدة جدا، وبالاخص في فصل الشتاء يا فندم. في فصل الشتاء يا فندم عندنا ناس بتغسل كلى، بيصعب عليهم الوصول الى الطرق الرئيسية، والمواصلات الوحيدة في الوقت دي يا فندم أعزكم الله يعني الحمير، بناخد الناس اللي هي تمام يا عندها فندم. فشل كلى بنوصلها للطرق الرئيسية. غير تمام. كده يا فندم أضف لحضرتك إن الموظفين بيتعطلوا والطلبة والعمال عن عملهم، والسبب الرئيسي هو سوء استاذن أحوال حضرتك يا استاذ الطريق. وسام. استاذ وسام، ممكن اتفضل يا حضرتك فندم. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون مجهز لنا صور تعرض معانا على التلفزيون ان شاء الله، وان شاء الله يكون نتواصل مع المسؤولين وان شاء الله يكون في حل باذن الله. نتمنى من حضرتك يا استاذ مروان، عشان احنا يعني طرقنا كل الابواب من مجلس القريه لمجلس المدينه للمحافظه بقالنا عشرات السنين، ومقدمين شكاوي للساده المحافظين السابقين تمام. والسيد معالي اللواء الحالي، ولكن يا فندم المعاينه لما بتوصل لمجلس القريه بيحصل كلام غير الواقع يا فندم، بنلاقي تعنت وعرض طيب. عن يا استاذ ترشح. وسام، استاذ وسام، اتفضل يا فندم. لو حضرتك تقدر تجمع لنا صور وتقارير وكده ابعتها لنا على الواتساب، وان شاء الله اتواصل مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله نعرضها لحضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لحضرتك يا استاذ وسام، وان شاء الله يعني ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. ام منه، حضرتك احنا كنا بنتكلم مع عن الطفله مريم في عجاله سريعه، يعني عايزين تمام اتفضل. فطلع قالت عمر العظم اقل من 5 سنين، فبتاخد لبن اسمه بيديا شور، بتاخد تمام. 7 علب، ولسه هنروح تاني، هنروح شهر 9 تاني نشوف، يمشينا على بيديا شور يمشينا على ابر ب 200 جنيه بعد تحليل هرمون العظم. بعد تحليل هرمون العظم تمام. اللي بعد مريم محمد. محمد هل بيعاني من حاجه؟ لا محمد كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب محمد في التعليم طبعا، سنه كام؟ سنه تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. مصاريف المدرسه بتاعته؟ مصاريف المدرسه كانت 95 او 100 وحاجه، انا نسيت طيب. معلش. المصاريف التعليميه ككل، دروس ككل والكلام ده كله كده محمد ممكن يخش له في 300 جنيه 300 جنيه يعني 400 جنيه بالمدرسه تمام. ده مصاريف محمد. حد هيسالني هيقول لي انت ليه بتسال كل يعني كل عن كل طفل ايه مصاريفه وايه احتياجاته، عشان ابين لحضرتك ان الست دي دخلها 2000 جنيه وبند واحد بس من البنود، بند العلاج لوحده بيصل ل 4000 و5000 جنيه، ناهيك عن الدراسه، ناهيك عن الاكل والشرب، ناهيك عن المسكن اللي بتدفع ايجار له 450 جنيه صح؟ غير الميه والكهرباء. لك ان تتخيل اسره بهذه المشاكل. حضرتك حط نفسك مكانها او حط نفسك في هذا الموضع، هتمشي الامور ازاي؟ عشان كده انا بقول لازم كلنا نحس ببعض، نشوف ايه يعني المفروض ان جارنا عنده حاجه نبص عليه، اي حد محتاج حاجه نبص عليها،
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الايه الكريمه هي اللي بتقول كده، الله عز وجل هو الذي جعلك خلف على هذا المال. لو كان في ايدك، لو دامت لغيرك ما وصلت لك، لو دامت لغيرك ما وصلت لك. ربنا خد المال ده من ناس تانيين وحطه في ايدك انت امانه عشان تنفق على الناس دي. كملي يا ام منه. عند حضرتك بعد محمد مين؟ سجده. سجده. سجده عندها كام سنه؟ سجده دي ماشيه في 6 سنين داخله من المدرسه. عندها كام سنه؟ ماشيه في 6 سنين داخله المدرسه السنه الجايه. داخله المدرسه السنه الجايه. تعبانه؟ لا، هي كان عندها ثقب وقفل. ثقب في القلب؟ وقفل. وقفل، الحمد لله ما تاخدش ايه مصاريف علاج. لا. بس اكيد دي يعني لها مصاريف حضانة. اخرى. حضانه. بدفع حضانه 100 جنيه في الشهر. حضانه 100 جنيه في الشهر، تمام. كمل. بعدها اسيل. اسيل كام سنه؟ اسيل دي ماشيه في 3 سنين. في الثلاث سنين. لا دي تعبانه، عندها كهربا إيه؟ وعندها ما كانتش بتمشي، كان عملنا لها علاج طبيعي عشان تمشي. ومش بتتكلم، عندها نسبه توحد. نسبه توحد. فهنعمل لها حاجه اسمها EBR. EBR حاجة تاني معاها. وبعد كده نشوف نعمل تخاطب عشان اخصائي عرض على اخصائي تخاطب. العلاجات بتاعتها كام؟ لازم بتاخد علاج شهري ممكن تخش في ال 300 400 جنيه. 300 400 جنيه، تمام. وبرده الدكتور قال لازم تتحط في حضانه علشان اللي هي اخصائي تخاطب يتعامل معاها. طيب اللي بعد أسيل فريدة. فريدة، تمام. عندها فريدة كام؟ فريدة دي 4 شهور. 4 شهور، لأن أنا آخر حاجة انفصلنا كان من شهر 10 اللي طيب فات. طيب دي مريضة ولا لا؟ دي بتتعالج مع دكتورة الغدد، لأن هي عندها الأول انسداد في القنوات الدمعية. انسداد في القنوات الدمعية. يعني إيه انسداد في القنوات الدمعية؟ يعني لما بتعيط مفيش دموع بتنزل، تمام. على طول عينها بتعمل العموم زي الصديد. وهي يعني صغيره قوي، قليله. فبنتابع مع دكتوره الغدد، تمام. طيب علاجها كام في الشهر؟ هي دي علاجها بيخش في يعني زي 100 جنيه او اقل كده يعني. في حد بعد فريده؟ لا خلاص احنا طيب. طلقنا. ان شاء الله ربنا اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طيب انت طبعا في حاجه عندك؟ انا مفروض بتعالج من غدد وفقرات، تمام، في الظهر، في ظهري. يعني انا حاسه ان انا مفيش حاجه سليمه، وعندي عيني مش بشوف بيها كويس. ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك باذن الله. دخل حضرتك زي ما قلت لحضرتك يعني 2000 جنيه تقريبا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. مصاريف كتير كتير. انا نفسي اعلمهم. انا شفت جميع البهدله، وشفت ذل وبهدله عمري ما شفتها. انا نفسي ولادي يبقوا حاجه، يعني انا عايز اعلم وعايزاهم، مش عايز حد يطلع زي يعني اللي يتعلموا يبقى معاهم شهيد، عشان لو في حد مر بتجربتي تبقى مع شهادتها. لان انا شفت ظلم وشفت بهدله محدش شوفها. ان شاء الله ربنا يعينك ويقويك باذن الله. ربنا يقويني والحمد لله، يعني انا صابره ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه يعني انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا. الشعور بالاخرين، الشعور بالاخرين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لازم نشعر ببعض، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مشاهدينا الكرام، بشكر أم منة. عايزة تقولي حاجة تانية؟ أنا بشكر حضرتك، وبشكر الدكتور إيمان والفريق بتاعها، وبشكر كل حد وقف جنبي. يعني كل اللي وقفوا جنبي من علاج لدكاترة كله، يعني أنا بشكر، وبشكر ربنا عز وجل. يعني الطلب الأخير لحضرتك إن أنت عايزة تجهزي منه. أجهز منه نفسي، يعني
عايزه اجوزها. هي تبقى حاجه يعني، هي تتجوز صغيره بس ان انا اجوزها واسطرها واطمئن عليها. هي انسان كويس اللي هو خطيبها، ونفسي اشوفها بارك وافرح الله بيها. لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. فرح إن شاء الله عز وجل تكون نهاية هذه الحلقة فرح. طبعا ده كله بتبرعات حضراتكم ومشاركة حضراتكم معنا وبفضل الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.